السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم بغيت نقترح عليكم واحد البطاطا كتجي في الفران هائلة، كيمكن لينا نرافقوها مع لي سلاد مع بزاف المشاوي، تاتجي زوينة هائلة ولذيذة بواحد التتبيلة رائعة. غندوزو المقادير والطريقة في نفس الوقت. عندنا هنا واحد البلاطو اللي غيمشي للفران على هذا الشكل. هنا عندي تقريبا واحد 600 غرام ديال البطاطس اللي قطعتها شويه غليظه على شكل البوتاتوس، انا درتها هكذا غليظه. ودابا غادي نوريكم التوابل اللي عندنا. هنايا عندي شويه ديال القزبر الاخضر وواحد البصله صغيره الحجم وجوج من فصوص الثوم صغيرين، كلهم هرستهم مهروسين على هذا الشكل او مطحونين كما بغيتم يكونوا على هذا الشكل، تنعملوهم على هاد هكذا تيعطيو واحد المذاق رائع في هاد البطاطا. وهناك التوابل، عندي الملح حسب الذوق، شويه ديال الكمون، شويه ديال الزعتر المحكوك، الفلفل الاحمر الحلو، شويه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال الجنجبير، كنزيدو على هاد الشيء. ومن بعد كنزيد تقريبا واحد 3 ديال المعالق من الزيت العادي او زيت الزيتون، هذا اختياري. ومن بعد غادي نخلط كل شيء هاد العناصر ونوريكم من بعد. والان هانتوما تشوفوا بعد ما شرملتها كيفاش غنقولوا بهذيك الشرموله، هذيك التتبيله، ستفتها على هذا الشكل باش كتعطي واحد المنظر جميل وباش كطيب مزيان بحال هكذا، حيت الا درناها غير وحده فوق وحده ما هكذا نعجبني الشكل، كتجي مزيان وكطيب. دابا غندخلها الى الفرن حتى كتحمر مزيان ونتلاقى انا وياكم ان شاء الله. والان هانتوما تشوفوا بعد ما خرجتها من الفران جات هائله، لون ذهبي مقرمشه لذيذه في نفس الوقت. نتمنىكم تجربوها، راها كتجي رائعه وسهله في التحضير ولذيذه، وكان يمكن لنا نرافقوها مع بعض المشاوي بعض السلطات. وهذا الشيء اللي كاين، ونتمنىها تعجبكم وتروقكم، والى اللقاء من مرات اخرى ان شاء الله.